بنخلي شركات الإنتاج تهتم بأجور الفنان العراقي، لأنه الفنان العراقي يعني شلون أبو الشلب بنيزرع موسم من يحدد الأجور؟ هنا سؤال مهم. شركات الإنتاج على المزاج، يعني ماكو يعني شلون مثلا أنا اليوم عندي فنان وجه لي أول مرة، مثلا عندي فنان من الرواد. اليوم أنا دا لاحظ شغلة غريبة، دا يجيبون ناس من خارج الوسط الفني لنسب مشاهداتهم العالية وينطوهم أجور جدا جدا عالي. يعني ظنا منهم إن هم راح يساهمون في تسويق العمل. هذا سلاح ذو حدين. وهذا شيء حقيقة غريب عجيب يعني. يعني أنا بدأ أفهمه يعني. أكو من اللي جابوهم ذول اللي عندهم مشاهدات على الميديا كلش كبيرة، أكو نجحوا. أكو نجحوا صحيح وتفوقوا. نجحوا وأكو لا. يعني أنا إذا أجيب شخص عنده مشاهدات مليونين. مليون مليونين قليلات يعني على سبيل المثال تشي لي خمسة وفوق. هو على سبيل المثال لا أحكي لك. نعم. بس التمثيل وين؟ يعني أنا أجيب عنده مشاهدات 5 مليون مثل ما تفضلت، بس ما يعرف يمثل أو ما تعرف تمثل للأسف. بس أكو ناس عندهم هاي المشاهدات وبنفس الوقت لا قدموا إمكانية بالتمثيل. نعم. يعني حلوين وياخذون اجور عاليه، مو هي هاي الميديا هم انا يعني ما اعرف زينه مو زينه اللي خلت هيجي. بس الفنان العراقي مرضي استاذ احمد، يعني اكو اجور مرضيه وكو لا، بس احنا لازم نشتغل يعني حتى لا ينساك المشاهد اول حاله وانت لا تنسى الكاميرا ثاني شيء. يعني انت من تبتعد عن الكاميرا من ترجع كانما مبتدئ.